بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة جديدة اللي هي الكوكزيلا. الكوكزيلا فيها one species اللي هي كوكزيلا برنيتي، هي الوحيدة واللي حنتكلم عليها. في نهاية هذه المحاضرة حنعرف الجنرال فيتشرز للكوكزيلا، حنعرف الباثوجينيسيس لاب دياغنوسيس والتريتمنت اند البريفنشن. أولا حنعرف الجنرال فيتشرز للكوكزيلا. زي ما قلت ان الكوكزيلا برنيتي هي only one species لهذه العائلة بالنسبة اللي يهمونا. هذه الكوكزيلا هي تشبه تماما الريكيتسيا، تشبهها منيش small size زيها زي الريكيتسيا، تشبهها انها obligate intracellular وبالتالي بالتأكيد مش هتنمو على اي artificial media، بالتأكيد مش هنقدر نصبغها بجرام ستين، بالتأكيد عاوزة اللي هي تشو كالشر عشان تنمو. النقطة الثانية انه هي بكتيريا في الحقيقة، لان معها DNA ومعها RNA، انها تنقسم بالبنريفيشن فهي بكتيريا، انها كمان سنسيتيف للانتيبايوتكس. طيب ما دام كذا فرقت في ايش؟ حنوصل. طيب اذا الكوكزيلا دي جرام نيجاتيف كوكوباسيلاي وبوليومورفيك. اللي فرقت عن الريكيتسيا ان هذه البكتيريا اللي هي كوكزيلا برنيتي عندها القدرة انها تعمل اندوسبور فورميشن، وبالتالي تقاوم الدراينج وتقاوم الديسينفكتنت وتقاوم الالترا فايلوت راي، وبالتالي هنا تقدر تعيش انها بتعيش اكسترا سيلولار. هذه نقطة مهمة جدا. الان لما تعمل اندوسبور ما بتكاثرش خالص، لكن محافظة على نفسها، وبالتالي احنا نجي نقول انها تقدر تعيش اكسترا سيلولار، وهذه صفة مميزة لها عن الريكيتسيا. الصفة الثانية اللي مميزة لها عن الريكيتسيا، الريكيتسيا تنتقل بالإريثروبود، هذه ما تنتقل بالإريثروبود خالص، ما فيش not transmission to human by bite of إريثروبود. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة التي بعدها، إذا كيف تنتقل؟ هناك في معنى التك، التك يعمل infects للجودز والشيب والكاتل. فشايفين هذا التك الآن صاب مثلا الكاتل زي، لو ما يصيب الكاتل زي الأورجانيزم حيكون موجود في الميلك أو في الدسشارج أو في الإكسكريشن لهذه الكاتلز، فحينزل. شايفين حينزل الأورجانيزم في الإكسكريشن وحينزل كمان في الميلك. إذا كيف حيصاب الإنسان؟ حيصاب الإنسان بطريقين، يا إنه يحصل انهيليشن للإيريسولز دي من الإكسكريشن للكاتلز، أو يحصل ميلك كونسبشن وبالتالي الميلك ذا كونتامينيتد وحصلت الإصابة. طيب هنا في الكوكزيلا في تو انتيجينيك فورمز، في واحد نسميه فيس 1 وواحد نسميه فيس 2. الفيس 1 هو الانفكشوس ونسميه فيرولنت، وبالتالي هو اللي موجود ديورينج الديزيز، هي طبعا بتعمل ديزيز اسمها كيو فيفر، فبالتالي ديورينج الديزيز اللي هو كيو فيفر بيكون موجود الفيس 1. الفيس 2 وجدوا انه بيوجدوه لما يعملوا لها كالتيفيشن، وجدوا انه هناك فيس اخر سموه فيس 2 وده يسموه افيرولنت فورم. طيب الكوكزيلا برنيتي زي ما قلنا بتعمل ديزيز شهير اسمه كيو فيفر. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس، ليش سموها كيو فيفر؟ لانه اول ما اكتشفوها كان كيوري غامض، يعني حمى كانت غامضه، فما عرفوش لها اي تسميه وما عرفوش حتى يومها المسبب، فسموها كيوري اللي هي كيو فيفر. بعدها اكتشفوا انها البكتيريا اللي بتعملها، لكن احتفظوا بالاسم القديم اللي لها من اول مره. طبعا هو زونيتك ديزيز، وزي ما قلنا بيصيب الكاتلز بشكل عام ويعتبر زونيتك ديزيز وينتقل بالتك. في الباثوجينيسيس زي ما قلنا الكوكزيلا برنيتي بتنتقل بالانجيشن للكونتامينيتد ميلك. النقطه الثانيه انها كمان بتنتقل بالاير بورن او انهيليشن للشيبس او الكاتل فيسز بشكل عام للاكسكريشنز، وبالتالي هذا ما معناها، معناه ان الديزيز هذا اساسا هو اوكيوبيشنال، يعني ينتقل بين عمليه الفلاحين، بين اللي بيشتغلوا في المسالك، بين اطباء البيطريين او بالناس اللي هم اللاب بيرسونالز. هذا الديزيز له تو ستيجز، واحد بنسميه اكيوت اور كرونيك. في الاكيوت طبعا اكيد كثير من الانفكشن نسميها سب كلينيكال. ما معنى سب كلينيكال؟ انه اساسا هذا يعتبر هو سيل ميديت اميونيتي، يعني بمعنى اخر انه كلما كانت السيل ميديت اميونيتي على اعتبار انه اوبليجيت انتراسيلولر، كلما كانت السيل ميديت اميونيتي على مستوى كبير، كلما حدثت انفكشن وكانت سب كلينيكال. لكن الاشخاص اللي السيل ميديت اميونيتي عندهم منخفضه ممكن يؤدى الى الديزيز اللي حنشوفه كاكيوت. الانكوبيشن بيريد لهذا الديزيز من اسبوع الى ثلاثة اسابيع، يبدا في النهايه كفيفر وفي فلو لايك سيمبتومز، بس بعد كذا الاورجانيزم ذا بيصيب الماكروفاجز
ويصيب في الالفيولاي نفسها، فلما يصيب الماكروفاجس هيتكاثر في الفاجولايسوسوم. تخيل عنده القدرة انه يتكاثر في الفاجولايسوسوم، فلما يتكاثر في الفاجولايسوسوم هيحصل في النهاية انفلاميشن، لانه هتكثر الفاجوسوم وحتتكاثر فيها الكوكزيلا برنيتي وحتطلع منها، فبالتالي هيتم استدعاء النيتروفيل وكل الخلايا والسايتوكاينز، فهيحصل انفلاميشن. لما يحصل انفلاميشن هنا هتؤدي الى اتيبيكال نيمونيا. طيب لما تحصل اتيبيكال نيمونيا هنا، مش قلنا انه حصل انفلاميشن وحصل اتيبيكال نيمونيا، بالتاكيد ممكن البكتيريا دي تروح للدم، ولما تروح للدم هتروح للليفر، وممكن كمان انها تروح للليفر عبر الدايجستيف، انها تروح للليفر فهتعمل هيباتايتس. وهنا نقطه في منتهى الاهميه، كلما كان اي مريض عنده جاء وعنده اتيبيكال نيمونيا وكمان هيباتايتس، فكر بجديه بالكيو فيفر. هذا الديزيز لما تجتمع الاتيبيكال نيمونيا والهيباتايتس من مواصفات الكيو فيفر. هذا بالنسبة للأكيوت. بالنسبة للكرونيك، وجد العلماء انه في حالة الكرونيك انه بيحصل انكريز اور اكسس انتي بوديز للفيس 1 و 2. طبعا لما يحصل اكسس انتي بوديز للانتيجين اللي هو فيس 1 وفيس 2، ما معناها هيحصل فورميشن للاميون كومبلكس، ولما يحصل فورميشن الاميون كومبلكس وجد انه هيحصل ديبوزيشن لهذه الاميون كومبلكس في الهارت، وبالتالي هيحصل اندوكاردايتس، ولما يحصل اندوكاردايتس ده سيريس انفكشن. فبالتالي حتى لو عملنا هنا بلاد كلشر حتيجي البلاد كلشر نيجاتيف بلاد كلشر، غالبا كمان حيكون بريدسبوزنج للاشخاص اللي عندهم في مشاكل في الهارت، ده كمان حيكون البريدسبوزنج فاكتور انه يحصل لهم الكرونيك انفكشن. طيب كيف نعمل دايجنوستس الكيو فيفر؟ هنا طبعا ديبند على السيرولوجي. ليش؟ لانه الكلشر والمولكولر تخيلوا لها لو سنسيفيتي، على اعتبار انه هنا عاوزه اولا ريفرنس لاب، فبالتالي لانه هايلي كونتيجوس وهايلي انفكشوس. تخيلوا وان اورجانيزم الكولكزيلا برنيتي ممكن يعمل عمليه الانفكشن، وان اورجانيزم، فبالتالي هي ديبند في التشخيص على السيرولوجي. طبعا احنا بنروح بناخذ البلاد، بناخذ البلاد ديورنج الفيفر، نعمل دايركت ديتكشن بالريال تايم بي سي ار، ونشوف هل الدي ان اي البكتيريا موجود الكوكزيلا برنيتي او غير موجود. النقطه الثانيه السيرولوجي هي الموست امبورتنت. طبعا بنعمل ديتكشن للانتي فيس 2، وده في حاله الاكيوت يطلع اكثر او يساوي 200، نعمله بالاندايركت اميون فلوريسنت زي ما انتم شايفين. بنروح بنشوف السيرم حق الانتي بوديز من المريض، ونروح نحط عليه انتي انتي بوديز مربوط بالفلوريسنت. اذا الانتي فيس 2 بنشخص بول اكيوت. هنا بالنسبه للكرونيك بنروح بنشوف الانتي فيس 1 والانتي فيس 2، اذا وجدناهم مع بعض معناها ان الداله على الكرونيك. كيف نعمل تريتمنت للكيو فيفر؟ بالتاكيد في الاكيوت تتراسايكلين دراج اوف تشويس. في قضيه الكرونيك دوكساسايكلين وذ السيبروفلوكساسين كمان يعتبر دراج اوف تشويس. نعمل بريفنشن هنا بالنسبه لنا ان احنا نعمل باسترا للحليب حتى نضمن ان الكوكزيلا برنيتي غير موجوده في الحليب. في فاكسين حقيقه موجود اللي هو فورمالين كيلد هول فاكسينز للسبيسيفيك للفيس 1، لكن هذا ما يعطاش الا للناس اللي هم الريسك جروب. كنت معكم اليوم في موضوع الكوكزيلا برنيتي، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.